جائزة تميز لعام 2017 من إذاعة الشرق الأوسط للمطربة ياسمين علي، بنبارك لك على الجائزة. الله يبارك فيك، شكرا. تعني إيه بالنسبة لك جائزة الشرق الأوسط؟ حاجة كبيرة جدا جدا، يعني أنا مش قادرة أوصف لك. أول ما قريت بس كده في إن هما بيقولوا لي إن أنا خدت جائزة أفضل صوت، حاجة كبيرة قوي قوي، وفي نفس الوقت أنا لسه ما عملتش حاجة خاصة بيا، فكونهم إن هما يقفوا جنبي ويدعموني كموهبة جديدة وأنا لسه ملياش عمل خاص حتى في 2017، حاجة كبيرة جدا جدا جدا، وبشكرهم وبشكر دعمهم جنبي. لكن أغنية نقابل الناس كانت سابت علامة كبيرة جدا مع كل الجمهور، في رأيك إيه سر النجاح؟ هي يعني زي ما أستاذة منى الشاذلي لما قدمتني قالت فيها سحر، أنا نفسي معرفش هو إيه، هي كلها حاجة من عند ربنا. أنا معرفش إيه اللي في أغنية نقابل ناس، يمكن الكلام فيه التفاؤل، يمكن اللحن فيه خفة، بس أنا شايفة إن هو توفيق من عند ربنا أكتر من أي حاجة. فكرة إن أنا كنت عايزة أثبت مبدأ وعايزة أمشي عليه، إن الموضوع مش مسألة لبس، مش مسألة ميك اب، مش مسألة حاجة، حتى كاميرا قدامي، حتى كاميرا الموبايل قدامي، مش عاملة ميك اب، أنا قاعدة في أوضتي ولابسة بجامعة عادي جدا، وحطيت الموبايل قدامي وغنيت، وصل صوتي لكل الدنيا. هو ده اللي أنا كنت عايزة أثبته، يمكن ربنا كان عايز يخليني أقول يقولي إنه أنا صح. يمكن 2018 هيكون ليكي فيها عمل خاص، وهو تتر مسلسل بيت السلايف، صح كده؟ صح كده، مش ده بس، في حاجات تانية كمان إن شاء الله. في أغنية سنجل إن شاء الله هتنزل تقريبا شهر 2، وفي مسلسل بيت السلايف ده أنا بمثل وبغني فيه. دوري هيبقى أميرة، اسمي أميرة، المفروض مضيف الطيران، صاحبة جيهان خليل اللي هي أخت البطلة، اخوات هم كلهم ابطال، احنا كلنا بطوله جماعيه، بوسي وجيهان خليل ومنى فضالي وعبير صبري وحازم سمير كتير، يعني محمد صلاح حسني، فهي بطوله جماعيه في الاساس، وفي نفس الوقت انا دوري طول الوقت بمثل المفروض، وفي اخر المسلسل هغني. ده اللي بقى اللي ما يعني المفروض ان انا همثل فتره طويله جدا، ده اللي مخوفني يعني، فربنا يستر ان شاء الله. ما هتكوني زي مين من المطربات المصريات؟ المطربات الايه؟ لا انا عايزه اخد من كل واحده فيهم حاجه كده. لا مش واحده، لا انا فعلا بقعد اتفرج على كل حد بيغني من قديم وجديد، وبشرب هم بيعملوا ايه، وبحاول انا بقى اكون ياسمين، يعني بحاول اعمل ياسمين اللي تبقى مختلفة، وفي نفس الوقت ابقى متميزة طبعا عن الباقي، لان لو قلت يبقى مش بعمل حاجة، يعني ما هم موجودين، لكن انا بحاول اكون ياسمين، وفي نفس الوقت بحب كل اللي تتخيله من اي حد بيغني، شيرين، انغام، امل ماهر، اصالة، مين تاني عندنا قديم، ام كلثوم، اسمهان، فيروز، وردة، شادية، كل دول بتعلم منهم.